حياكم الله. لما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. أغلق خام البصرة الثقيل على ارتفاع بلغ دولارا وسبعة سنتات ليصل إلى 75 دولارا وسبعة وثلاثين سنتا، إلا أنه سجل خسارة أسبوعية بلغت دولارا وسبعة وخمسين سنتا. هذا وأغلق خام البصرة المتوسط على ارتفاع بلغ دولارا وسبعة سنتات ليصل إلى 78 دولارا واثنين وتسعين سنتا، إلا أنه سجل أيضا خسارة أسبوعية بلغت دولارا وتسعة وخمسين سنتا. إلى ذلك أغلق خام برنت على ارتفاع بمقدار دولار وسبعة عشر سنتا ليصل إلى 79 دولارا وأربعة وخمسين سنتا، وسجل خسارة أسبوعية بلغت دولارين واثني عشر سنتا، بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع أيضا بنحو دولارين ليصل إلى 76 دولارا وثمانية وسبعين سنتا للبرميل، وسجل خسارة أسبوعية بلغت دولارا واحدا وتسعة سنتات. كشف خبراء اقتصاديون عن اتفاقية سيتم المصادقة عليها قريبا في البرلمان ستكلف العراق خسائر سنوية تقدر بمئات الملايين من الدولارات. وقال الخبراء إن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين العراق والكويت التي سيتم المصادقة عليها قريبا في البرلمان تعني أن أرباح الشركات الكويتية العاملة في العراق مثل شركات زين وكويت إنرجي وكواليتي نت وغيرها لن تخضع لقانون الضرائب في العراق، وسيتم دفع ضرائبها في الكويت، ما يعني خسائر سنوية للعراق تقدر بمئات الملايين من الدولارات. أعلنت شركة دانا غاز الإماراتية عن ارتفاع إنتاجها في كردستان العراق بنسبة 9.5%، وبحسب الشركة فقد ارتفع معدل إنتاجها في كردستان العراق خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 9.5% على أساس سنوي، وبزيادة قدرها 7.6% عن الربع السابق من عام 2022. وتعتبر دانا غاز أكبر شركة خاصة بإنتاج الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.1% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع السابق، وانتعش نمو الناتج المحلي في الاتحاد الأوروبي بزيادة بلغت نسبتها 0.3% بعد انخفاض بنسبة 0.1% في الربع الأخير من العام 2022. هذا وشهدت ألمانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي ركودا في النمو عند 0% مقارنة بالربع السابق وعلى أساس سنوي أيضا. وفي خبرنا الأخير، سجلت إسطنبول رقما قياسيا في عدد السياح الأجانب القادمين إليها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023. وبحسب بيان صادر عن مديرية الثقافة والسياحة في ولاية إسطنبول، فقد زار المدينة نحو 3.5 مليون شخص في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بينما بلغ عدد السياح الأجانب في شهر آذار وحده أكثر من 1.2 مليون سائح، معظمهم من روسيا وإيران وألمانيا وأمريكا وإنجلترا. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار العملات أو صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
والموجز الاقتصادي في أمان الله.